بين حافلتين إحداهما أشعلت أوتون حرب أهلية قبل أكثر من 4 عقود في لبنان، والثانية تواكب الثورة الشعبية الحالية. بوصة الثورة العكارية، جسر من المحبة والسلام يربط الشمال مع الجنوب، حافلة صغيرة تحاول كسر الطائفية مروراً بساحات الاعتصام في المدن اللبنانية. نحن جينا من العكار منتجهين لحواسور بمرورا بالمناطق لنقول انه نحن ايد واحدة سوار من كل المناطق. لو كانت البوسطة يمكن فيها عدد صغير، بس كل شخص منا بيمثل السوار، والسوار رح يكون لهم القرار وانطلاءا من البوسطة، وهي رح تكون صمود لكل شخص نزل على الساحة، كل شخص طالب بحقه. تحتل كلمة بوسطة مساحة سوداء في ذاكرة اللبنانيين، لهذا عمد البعض إلى تخوين أصحاب المبادرة وإطلاق الشائعات، وبينها أنها مدعومة من السفارة الأمريكية في لبنان، وهو ما نفته الأخيرة. مع انطلاق البوسطة بدأ الجدل بين مؤيد ومعترض. أعلن عناصر قريبون لحزب الله رفضهم مرور البوسطة فيها، فيما هدد آخرون بإمكانية تخريبها. في صيدا توقفت الحافلة خارج المدينة لبعض الوقت بعد مفاوضات حثيثة استمرت ساعتين مع الجيش، لتدخل بوسطة الثورة إلى ساحة إيليا وسط المدينة. بوسطة الثورة ختمت جولتها في صيدا بعد معلومات من الجيش حول إمكانية تعرضهم للاعتداء في الطريق نحو النبطية وسور، حيث رفض حزب الله وحلفائه دخولها.